السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم اليوم حلقة جديدة تكملة لحلقات اليمن بعنوان الاحتجاجات الشعبية والفترة الانتقالية في اليمن. قامت مظاهرات شعبية على غرار الثورة التونسية وزادت حدتها بعد ثورة 25 يناير المصرية. خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح. مؤشر التنمية البشرية منخفض جدا في اليمن، إذ تحتل البلاد المرتبة 133 من 169 دولة يشملها التقرير والحكومة اليمنيه هي أكثر الحكومات فسادًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. جاء ترتيب اليمن في المرتبة 164 من 182 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لعام 2011 المعني بالفساد، ولا تتجاوزه دول عربية أخرى سوى العراق والصومال. حكم علي عبد الله صالح اليمن لمدة ثلاثة وثلاثين سنة، واستأثر أقاربه وأبناء منطقته بمناصب مهمة وحساسة في الدولة، وصنف اليمن كدولة فاشلة، واحتل المرتبة الثالثة عشر من قبل مؤسسة صندوق دعم السلام المعني بتصنيف فشل الدول. خرج ما يقرب 16 ألف متظاهر في 27 يناير تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة، ولن يورث الحكم لأبنه أحمد في 2 فبراير، وتظاهر 20 ألف شخص في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط. ويشكل الشباب الذين ولدوا بعد عام 1978 قرابة 75% من التعداد الكلي للسكان أي أن معظم سكان اليمن لم يعش فترة الانقلابات العسكرية في الستينيات ونسبة كبيرة منهم لم يشهد فترة الشطرين أو كان صغيرا لتذكر أي شيء لذلك عرفت الانتفاضة الشعبية عام 2011 بثورة الشباب اليمنية واتهم علي عبد الله صالح تل أبيب بالوقوف خلف الاحتجاجات وبدأ بضخ الأموال لتسيير مظاهرات مؤيدة له كان المتظاهرون المؤيدون لصالح يحصلون على 250 دولار أمريكي يوميا داخل صنعاء و300 دولار للمؤيدين في مدن أخرى وفي بلد يعيش نصف سكانه على دولارين يوميا 250 دولار يوميا تعتبر ثروة في بدايات شهر مارس بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخص في المكلة وفي 18 مارس قتل 52 شخصا برصاص قناصة ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم تسلحًا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع، ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي. دعت قطر علي عبد الله صالح إلى التنحي فورًا. وانسحب القطريون من المفاوضات معلنين ان علي عبد الله صالح يماطل في توقيع المبادره الخليجيه، ولكنهم رأوا ان السعوديه ليست متحمسه بقدرها لرحيل علي عبد الله صالح فانسحبوا ليضغط الامريكيون على الرياض تم تفجير أيضا مقر قيادة الرئيس صالح في 3 يونيو عام 2011 ولكنه نجا من الموت وتوجه إلى السعودية لتلقي العلاج. وقع علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية في بعد عام من احتجاجات خلفت أكثر من 2000 قتيل و22 ألف جريح. الفترة الانتقالية في اليمن وفرت المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح وأسرته من الملاحقة القانونية وتولى المبعوث الأممي جمال بن عمر مهمة الإشراف على الفترة الانتقالية برئاسة عبد رب منصور هادي وعلى سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني مع بدء جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني أخذت النخب السياسية من حزبي حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام بزيادة سيطرتها على مؤسسات الدولة الرئيسية والوحدات العسكرية والوحدات العسكرية والمناصب السياسية، فاغتيالات الضباط والعسكريين واستهداف البنية التحتية مثل خطوط نقل الكهرباء في مئرب وأنابيب النفط مرتبطة بصراع النخب التي لم تغادر المشهد اليمني. ولم يكمل مؤتمر الحوار الوطني أعماله في الثامن عشر من سبتمبر العام 2013 كما كان مفترضا فأعلن جمال بن عمر أن عبد رب منصور هادي سيبقى رئيسا للفترة الانتقالية حتى الانتهاء من كل القضايا وإجراء انتخابات جديدة واعترف جمال بن عمر بوجود عرقلة ممنهجة وذلك خلال مؤتمر صحفي في السادس عشر من نوفمبر لعام 2013 ثم اختتام جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 20 من يناير لعام 2014 دام مؤتمر الحوار الوطني اليمني عشرة أشهر شهد انشقاق وانسحاب مكونات عديدة وأقيم حفل ختامي في 25 يناير لعام 2014 بمناسبة بمناسبة انتهاء الحوار والاتفاق على دولة جديدة ستس ستتخذ اسم جمهورية اليمن الاتحادية على أن يترأس عبد رب منصور هادي لجنة تحدد عدد الأقاليم الفيدرالية في الدولة وتصيغ الدستور الجديد ومن المقرر أن تنهي اللجنة الرئاسية عملها خلال عام أو اي موعد قبل 25 يناير عام 2015، وأصدر مجلس أمن الأمم المتحدة القرار رقم 2140 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في 26 فبراير من عام 2014 بمعاقبة معرقلي التسوية السياسية اليمنية، وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني أحمد عوض بن مبارك أن القرار يستهدف معرقلي المرحلة الانتقالية الذين يضربون أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها من الممارسات الهادفة لعرقلة استكمال الانتقال السلمي للسلطة ثم اغتيال أكثر من 100 ضابط خلال الفترة ما بين 2011 و 2013 من قبل مسلحين مجهولين على دراجات نارية إضافة لعدد من السياسيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني اليمني مثل عبد الكريم جدبان وأحمد شرف الدين كما تم تفجير ميدان السبعين في 21 مايو 2012 أثناء استعدادات قوات من الجيش اليمني للاحتفال بعيد الوحدة اليمنيه وتفجير كلية الشرطه بصنعاء في 11 من يوليو عام 2012 واقتحام وزاره الدفاع اليمنية في 5 ديسمبر من عام 2013 ادى لمقتل 58 شخص واصابه 215 من قبل مسلحين يحملون الجنسيه السعوديه وفقا لتقرير صادر عن وزاره الدفاع اليمنية معظم القتلى كانوا من طاقم ومرضى مستشفى وزارة الدفاع ونشرت الوزاره مقاطع سجلت عبر دائره تلفزيونيه مغلقه للمنفذين وهم يقتلون وهم يقتلون من بداخل المستشفى واما طلقا بالنار او إلقاء القنابل اليدوية مباشرة، وتنطلق طائرات أمريكية من دون طيار من قاعدة جوية داخل السعودية والتي تعد بدورها داعم لقوى قبلية ودينية داخل اليمن متعاطفة بشكل أو بآخر مع التنظيمات الجهادية في الوقت ذاته، لاستهداف أهداف مفترضة لتنظيم القاعدة، ولا يحظى هؤلاء المشتبه بانتمائهم للتنظيم بمحاكمة ولا تعلق الإدارة الأمريكية ولا اليمنية على العمليات معظم هذه الغارات أصابت أهدافا محتملة للأشخاص تعتبرهم الحكومة الأمريكية إرهابيين ولكنها خلفت أعداد كبيرة من القتلى المدنيين كذلك وأعلنت الحكومة عن حرب مفتوحة يخوضها الجيش اليمني مع عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظة إبين وشبوة والبيضاء وحضرموت توقفت بسبب الاشتباكات بين مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين واندلعت اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وأطراف مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح في دماج عام 2013 وأعلن تنظيم القاعدة في الجزيرة العرب انضمامه للقتال ضد الجماعة الزيدية المسلحة ولم تكن المرة الأولى وقد جندهم علي محسن الأحمر سابقا في حروبه ضد الحوثيين وكانت تلك بداية اشتباكات طويلة من أكتوبر أكتوبر 2013 انتقلت إلى محافظة الجوف ومحافظة عمران ومحافظة صنعاء. انتصر الحوثيين على ميليشيات حسن الأحمر التي ضمت عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في صعدة ومحافظة عمران بحلول فبراير 2014 وتدخل بعدها اللواء و اللواء 310 مدرع بقيادة حميد القشيبي الموالي لعلي محسن الأحمر ورفضت وزارة الدفاع ضفاء رسمية على عمليات اللواء وقالت أن الجيش اليمني يقف على مسافة واحدة من الشعب ويجب إبعاده عن الصراعات والمناكفات السياسية والحزبية جمال بن عمر تحدث في تقريره إلى مجلس أمن الأمم المتحدة في 20 يونيو 2014 عن ضرورة إنهاء القتال الدائر بين الحوثيين ومجموعات مسلحة أخرى وأشار إلى أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الداعية إلى نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وعلى ملك الدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد وعقد اتفاق جديد لايقاف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في محافظة عمران برعاية وزير الدفاع في 22 يونيو 2014، وخرق إتفاق الهدنة سريعاً وتبادل الطرفان الاتهامات، واستمرت الاشتباكات إلى 8 يوليو عندما تمكن الحوثيين من اقتحام مقر اللواء 310 وأعلن عن مقتل حميد القشيبي بعدها، وفي 12 يوليو عام 2014 أصدر مجلس الأمن المتحدة من امن الامم المتحده بيانا بخصوص بخصوص أحداث محافظة عمران طالب فيه بانسحاب الحوثيين وجميع المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والدخائر التي نهبت من عمران إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة كما طالب أعضاء مجلس الأمن نزاع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي وحثوا على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقع سريعا وطلبوا من الوحدة العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة المصلحة الدولة وحثوا لجنة الخبراء المسؤولة عن تسمية معرقلي عملية نقل السلطة إلى النظر سريعا بشأن المعرقلين، وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات في المجلس، وصدرت بيانات مشابهة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أشار صراحة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيانه، وأعادت الولايات المتحدة تأكيداتها أن أشخاص داخل الحكومة اليمنيه وآخرين يهددون السلم والأمان والاستقرار في اليمن عام 2014. دون الإشارة لأسمائهم في 18 أغسطس 2014 دعا عبد الملك الحوثي للإحتشاد ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. نتوقف اليوم وانتظرونا في حلقة جديدة نتحدث فيها عن ما بعد 21 سبتمبر 2014.